السلام عليكم البنات، اليوم ان شاء الله غادي ندير واحد لاصوب ديال شينوا، كنتمنى تعجبكم وما تنساوش ديروا لايك وديروا ابوني. دابا غادي نوريكم المقادير وكملي الفيديو حتى الاخر باش نوريكم الطريقه وكنتمنى تعجبكم. اول حاجه غادي نبداو بها هي البصله. عندي بصله محكوكه، بصله صغيره محكوكه، عندي ورقه سيدنا موسى، عندي سكنجبير محكوك، وعندي ضامه ديال البنه، عندنا صدور ديال الدجاج مقطعين طريفات صغار، عندي شامبينيون نوار. البنات الشامبينيون نوار راه رقدتو حق تيرطاب مزيان لحقاش كيكون فيه بعد خطره شويه ديال التراب، وقرطتو طريفات صغيره هنا نتوما كيف كتشوفوا. اللي ما عندهاش هاد الشامبينيون نوار تقدر دير شامبينيون داك المعلب اللي كيكون في لي سوبر مارشي. كنحتاجو فواكه ديال البحر مشكله، اللي ماشي في الاستطاعه ديالها باش تاخذها البنات تقدر تاخذ اي نوع، تاخذ مثلا غير شويه ديال الكروفيت وشويه ديال الكالامار ولا السيبيا وديرها معاهم. كنحتاجو القزبر والمعدنوس، كنحتاجو الفيرميسيل، انا كنستعمل هذه كتعجبني، كنستعمل الفيرميسيل. عندنا لاصوص ديال الصوجا، وعندنا مايزينا والملح والبزار والزبده. الزبده انا كنستعمل هذه كتعجبني، اللي ما كتعجبهاش البنات دير اي نوع ديال الزبده. وهادو هما المقادير، وكيف قلت لكم في الاول تابعوا الفيديو حتى الاخر وما تنساوش ديروا ابوني ولايك.
المكونات. من بعد ما خليت لاصوب كتغلى شويه، غنحتاج انني ندير الخبز المرافق ليها. اول حاجه شديت الخبز باريزيان ديال القمح، درت له هكايا قرصته بهذه الطريقه، وهذا الباريزيان العادي حتى هو قرصته بهذه الطريقه. غنضطر انني نستعمل معاه ثومه وزيت العود والزعتر وشويه الزبده. بقاو معايا انا غنوريكم الطريقه كيفاش كنصايب الثومه والزيتون والزبده والزعتر. كنديرهم بهذا الخبيز هذا، كندهنهم هنايا، ومن بعد منا كنقلبهم وكندهنهم هنايا، وكنديرهم في بريصه ديال البانيني كيقصحوا واحد شويه، وهما اللي كيكونوا مرافقين لهاد لاصوب اللي قلت لكم ديال شينوا. بقاو معايا ونوريكم الطريقه كيفاش كنصايبها. البنات اول حاجه درتها هو انني شت الثومه سلقتها. كاين اللي بغى يسلقها يسلقها، كاين اللي بغى يديرها في الفران يديرها في الفران. انا سلقتها دغيا. شديت الثومه هكا مسلوقه، كتبقاي تمعكي فيها هكايا، معكيها واحد شويه شارة كتمعك فاسيل، معكيها انا مع باقا سخونه دغيا تمعك معكات مزيان، معكي 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 مزيان هكا شاف. دابا تقدري تزيدي فيها شويه زيت العود، غير شويه لحقاش غادي تزيدو حتى الزبده شاف هكا. ودابا نزيدو شويه الزبده ماشي غير شويه الزبده البنات صافي، وتبقاي تمعكي. من بعد من تمعكي مزيان هاد الزبده هي والزيت يدخلوا في هذيك الثومه، غتزيدي شويه الزعتر وديريهم كيف قلت لكم في الخبز، ودخلوه ديروه في البريصه ديال البانيني. بقاو معايا هذا هو الشكل النهائي ديالهم البنات. شوفوا كي كيجيو عندنا رسخان، شوفوا كي كيجيو كيجيو فنين مع ديك الثومه، كيجيو غزالين. وبالنسبه للاصوب البنات هي هذه، كتجي عاقده وخاتره وبنينه. كنتمنى يعجبكم هاد لاصوب وهاد الخبيزات هادو اللي درت اليوم. وما تنسايش ديروا لي لايك وديروا لي ابوني.